इस इश्क में मर जावा। أروحي موجودة بخيالك يا ديب، بس بالواقع مو موجودة أبداً. هذا هو الشيء اللي كان بدي إياك تحس فيه وتصدقه. بس شو ما كان الشيء اللي عم بيصير معك، هو أكيد بسبب أروحي وبس. ديب، شو التصرف هاد؟ أنت ليش كبيت المي على وشي؟ لك اللي أنت كيف فتت لهون؟ أنا كنت قافلة الباب. انت شو عم تعمل؟ ليش عصبتي؟ ما انت كنتي عم تحاولي تتقربي مني كل الوقت، انت كنتي تحبيني وتعامليني برومانسيه. شو صار؟ ليش انت عم تبعديني عنك هلا؟ ولا هالحب والرومانسيه كانوا تمثيل لحتى تقدري تخربي لي شغلي؟ يلا جاوبيني، انت حرقتي هدول الاوراق عن قصد مو هيك؟ انت ما بدك ياني اخذ هذا القرض لحتى اخسر كل شغلي، بدك تشوفيني عم اتدمر قدامك. شو هالحكي اللي عم تحكيه انت ديب؟ شو انت جنيت؟ أنا ما حرقت ولا شي من وراء القرض تبعك، ولا حتى إجيت لعندك. لا تتهمني بشغلات غبية، حاجتك تكذب بقى. أنت اللي عم تكذب علي مو أنا. أول شي أنا صرت أعمى بسببك، وهلأ أنت عم تحاولي تخربي لي شغلي وتدمريني لحتى تسيطري عليه كله. أنت شو بدك؟ لحد هذا اليوم أنا أنقذت لك حياتك حوالي ألف مرة، أنت عم تحاولي تستغلي هذا الموقف لحتى تسيطري على شغلي؟ شي حلو عم تفهمني انك مزعوج كتير على ورقة قرض صغيرة. لا بس لان نحتك في مجال تقلي شو منشان النار اللي شعلتها بحياتي الحلوة وحرقتها؟ شو منشان كل الشغلات اللي حرمتني اياها لحد هلا؟ انت الخيانة والنصب بدمك. شو قلت؟ انك الف مرة انقذت لي حياتي، ليش عملت هيك؟ عم بسألك جاوبني، ليش انقذت لي حياتي؟ بس لتقدر تقتلني مرة بعد مرة. انت انقذت لي حياتي ديب بس لحتى تقدر تقتلني وقت اللي بدك. انت بتعرف انك خليت حياتي بشعة لدرجة انه بتمنى الموت؟ ممكن تخلي للواحد مبسوط بحياته لدقيقة مو اكتر، اما بباقي الاوقات بتخلي حياته كلها جحيم. انت الوحيد اللي قادر يعمل كل هذا الشيء. بس تعرف ديب، انا كتير مبسوطة اليوم. هلا صار دوري انا حتى دمرك، وكتير مبسوطة وأنا عم شوفك بهيك حالة. أنا ما حرقت لك الوراق تبع القرض، بس مين ما كان اللي حرقهم هو عمل شي كتير منيح بالنسبة لألي، لأنك بتستاهل هالشي. أنا بشفق عليك وقت اللي بشوفك بهيك حالة. تقبل فكرة إنك هلأ عم تخسر ديب، كل يوم عم تضعف أكتر من اللي قبله، وهزيمتك كمان صارت شي كتير سهل. اللي بده يهزمني ما خلق ولا رح يخلق أبداً، والشخص الوحيد اللي قادر يهزمني بكل حياتي هو أنا وبس. ولا تغلطي أبداً يا أروهي وتفكري أني صرت ضعيف. أنا أعمى بس قادر أتحدى 100 واحد مثلك، وإذا بقيتي عم تتدخلي بشغلي بهالطريقة الغبية وقت بوعدك أني رح أقتلك، وما رح أرحمك أبداً مثل قبل. أنت عم تهددني ديب؟ أنا شفت الموت بعيوني أكثر من مرة. حاجتك، أنا ما بقى بخاف من الموت. أنت بتعرف ليش كل مرة برجع بعيش بعد ما أموت؟ لحتى أقدر شوفك بعيوني وأنت عم تموت. لا تحلمي وتعيشي بأوهام يا أروهي، صدقيني أنت مالك قادرة تعملي أي شيء، وتذكر منيح أنه تاخدي هذا التهديد بجدية، لأني ما عم أمزح معك. ليش ديب هيك مفكر؟ إنه أنا اللي حرقت له ورق القرض تبعه، مع إنه أنا ما عملت أي شيء. مين ممكن يكون؟ نيترا ولا معقول تارا؟ مين اللي عمل هالشيء؟ شو اللي صار؟ شيرا افتح الصندوق.
استاذ انت شو عم تعمل؟ استاذ انا بعرف انك كتير معصب وانك كتير مزعوج لان اوراق القرض انحرقوا كلهم، بس هلا انت ممكن تخلص كل الشغل اذا بتخبر سنجانيا بهالشي، والموضوع كتير بسيط بالنسبه لك. انا خسرت كل الالماسات واوراق القرض انحرقت، وانت جاي هلا عم تقلي انه هذا الشي بسيط؟ هذا مو بسيط ابدا بالنسبه لي، هذا الشي كبير وصعب علي. أمي أنا لهالدرجة سيء لحتى كل العالم تكرهني هيك؟ والكل بدهم إياني يكون بعيد عن طريقهم وعم يتآمروا ضدي ليدمروني. ليش ما حدا عم يفهم يا أمي؟ أنا شو بدي؟ أمي قالي لي أنت بتعتقدي أنه ما في قلب جوات صدري؟ ما في شيء اسمه حب ومشاعر صادقة عندي؟ وأنه ما بفكر بحدا غير حالي؟ إيه حبيبي، انت بتفكر بالعالم التانيين وبتخاف عليهم، وعندك قلب كتير كبير، انت كمان في عندك حب كبير واحترام للناس. معناها ليش ما حدا عم يفهمني يا امي؟ ليش عم يصير معي كل هاد؟ جاوبيني يا امي، انا عن جد مثل الوحش؟ انا عن جد شخص سيء كل هالقد؟ انت بتكوني امي، مين ممكن يقدر يعرف الشخص اكثر من امه؟ قليلي انتي بتعرفي كتير منيح قديش بحب اروحي ومتعلق فيها، وهي كل ما كانت توقع بمشكلة انا كنت روح لعندها فورا وخاطر بحياتي لحتى انقذها، بس انا شو اللي اخدته بالمقابل؟ الخيانة وبس. هي بدها تثبت قدام الكل انها خسرت كل شيء وحياتها خربت بسببي، بس الحقيقة هي انه هي نفس السبب ورا كل شيء عم يصير معه وما حدا غيرها، واليوم هي عم تخرب حياتها بسبب عنادها وما عم تعترف بهالشي. أنا كان بدي أعمل شيء كتير مهم، كنت بدي أعمل جامعة، جامعة للبنات الفقيرة اللي بهالبلد، وبعد كل التعب والشغل قدرنا ناخد وراء القرض، بس أروهي خربت كل شيء كنت أحلم فيه وقت اللي حرقت هالوراق. ومن الجهة التانية هي تارا، رغم اللي عملته معك ومعي لحد هلأ هي لساتها عايشة معنا بالبيت، شو فيها تعمل غير هالشي؟ وين رح تروح؟ ونيترا، تزوجتها كمان لنيترا يا أمي لأني حبيتها كتير وتعلقت فيها، بس أنا شو أخذت بالمقابل؟ الشك. ليش ولا مرة حدا حبني مقابل كل شي بعمله معهم؟ ليش بتعرض للخيانة والشك؟ ليش دائماً لازم ضلني عم دافع عن حالي وعن براءتي؟ والألماسات، بتعرفي يا أمي قديش كانوا مهمين بالنسبة لإلي؟ أنا كنت عم أعمل شغل كتير كبير، بس ما بقدر خبر حدا عنه هلأ أبداً. في كتير عالم خاطرت بحياتها مشان هدول الألماسات يا أمي، ولهيك كان لازم أسرق هالألماسات من بيت نيترا بلا ما حدا يحس، بس في حدا سرق هالألماسات مني وأنا ما بعرف الألماسات مع مين صاروا هلأ. هنن كتير مهمين يا أمي، وحالياً حياة كتير عالم بخطر وأنا منهم. أنا ما بتهمني حياتي يا أمي، بس بتهمني حياتهم. إذا ما رجعت الألماسات وقتها ما بعرف شو بصير. بصراحة يا أمي إحساسي عم يقلي إنه أروها هي ورا سرقة هدول الألماسات، ما حدا بيعرف شو بدها، بس اللي بعرفه أنا إنه إذا ما رجعت الألماسات رح يصير شي سيء. منيح إني صرت أعمل حتى ما أشوف كتير شغلات، وكان أحسن لو إني فقدت القدرة على التفكير والفهم كمان، كنت رح أرتاح. معقول هالألماسات يكونوا عن جد ما أروحي؟ أو ما تارا؟ أمي، أنت ليش ما عم تحكي أي شيء؟ أوف، عن جد لازم أخذ جائزة أحسن ممثل بالعالم. تارا مو بغرفتها هلا، الوقت مناسب لدور على الألماس.
إذا الألماسات مو بغرفة تارة معناها وينهم؟ معقولة يكونوا مع أروهي؟ أنا بعرف كتير منيح شو رح أعمل معها لحتى رجع الألماسات منها. جون، لازم تعمل شيء كتير مهم وبسرعة. متأكدة بدك هيك يصير؟ أي طبعاً أنا متأكدة. عمل تماماً مثل ما عم قلك وانتبه منيح. وكمان لازم تدير بالك منيح من أروهي وتفتح عيونك لحتى ما تخدعك. هي مانا سهلة مثل ما بتبين. ذكية كتير. أنت رح تنفضح إذا بتعمل أي غلط صغير. أروهي رح تخلص لعبتك هلأ. أي اللعبة لسه ما خلصت يا أروهي، لسه في كتير شغلات رح تصير. أنت كنت مفكرة أنه تعاونك مع تارا هو شي صحيح؟ ممكن تعملي أي شي؟ أنا بعرف تارا ممكن تنقلب ضدي بأي وقت، بس أنا ماني خايفة من هذا الشي. أنا بعرفها لتارا كتير منيح وأكتر ما تعرف حالها، لدرجة أني بعرف هي شو رح تعمل. هلأ عم فكر بنيترا، عم تحاول تعمل شي كتير كبير وعم تدعي قدام الكل إنها بريئة، ولهلأ ما عم بعرف شو هدفها. بس مو مشكلة، رح أعرف كل شي عنها بعدين. مين ممكن يجي بهالوقت؟ اسمعني، أنت اطلع من الباب الخلفي وأنا رح شوف مين هذا. طب مين اللي رن الجرس؟ مين هالشخص يا ترى؟ ممكن أن تكون تارا أو نيترا أو شي حدا تاني. إذا كان بدك تعرفي مين الشخص اللي عم يخونك وعم يشتغل ضدك كل الوقت، تعالي على هذا العنوان اللي كتبت لك إياه، وأنت بوقتها رح تعرفي كل الحقيقة عن هالشخص. كوني هنيك على الموعد إذا هالموضوع بيهمك. معقول يكون في حدا عن جد بده يساعدني؟ أو عم يحاول يخدعني ليورطني بشي مشكلة؟ مين أنت؟ وشو بدك تخبرني؟ في حدا عيني لراقبك على طول. مين هو؟ تارا رايتشان، طلبت مني راقبك على كل حركة وكل تصرف. لازم تعرفي إنه هي عم تحاول تخدعك. تارا لكان اللي عينتك لتراقبني؟ معناها ليش عم تخونها؟ ليش عم تقلي هذا الشيء؟ تحسباً، أنا عم أحمي حالي منها. هي خطيرة وممكن تعمل فيني أي شيء. بشو علقت حالي أنا؟ وين ممكن تكون أروهي مخبية الألماس؟ ممكن يكونوا بأي مكان أو مخبيتهم جوا شي غراض. أنا لازم ندور منيح. شو صار؟ ليش ما عم يفتح؟
انتي؟ شو عم تعملي هون؟ شبك نيترا، ليش انصدمتي هيك وقت اللي شفتيني هون؟ آسفة، أكيد تعذبتي لو وصلتي لهون، ما هيك؟ وكتير شعب هون كمان، سواني خدي شربي مني. انتي جنيتي يا روحي؟ شو عم تعملي؟ أنا اللي جنيت؟ شو صار لما حرقتي ورق القرطة بعديب واتهمتيني أنا؟ ليش استخدمتي اسمي؟ ليش عملتي هيك شيء؟ اي صح، انا حرقت الاوراق واتهمتك لانك غدرتي فيني وقت بعتي لي هدوليك الرجال. اروحي رجالك الاغبياء. شو ما كان شيء بعمله بايدي، انا ماني متعوده اني بعد حدا يعمل اي شيء عني، ولا ممكن. انت بتعملي هيك نيترا؟ انت بعتي لي هداك الغبي لحتى يطلعني برات بيتي مشان تاخدي راحتك وتدوري بالبيت. خطه حلوه كتير، بس شوفي انت رح تعصبي كتير وقت اللي تعرفي اني سابقتك بخطوتين تماما. فكرتي انه كل شيء رح يصير مثل ما خططتي. وقت تركتي هالرساله قدام بيتي، انا شفت حدا عم يهرب بنفس اللحظه. وقتها شكيت بشخصين وما في غيرهم، يا بتكون تارا يا نيترا. وبعدين رجعت فكرت ليش لحتى تارا تعمل هالشي وما بدها غير ديب. بعدين قلت نيترا شو ممكن تستفيد نيترا اذا عملت هذا الشيء؟ بعدين تذكرت انه انت بدك تحصلي على الالماسات، انت عملتي كل هالشيء من شانه. بعدين انا عملت خطه مشان امسكك بالجرم المشهود. انا حطيت هذا العنوان بالدرج حتى انت تشوفيه وتجي لهون. انا بس بدي اعرف نيترا، انت هون مشان الالماس ولا مشان شيء ثاني؟ وشوفي وينك هلا، انت هلا على انا بالفخ. خطتك كتير منيحة يا أروهي، بس يكون بعلمك وقت عطيتيني عنوان هذا المكان انت غلطتي غلط كبير. هلأ أنا رح أخذ الألماسات قدام عيونك وانت عم تتفرجي علي، وما فيك تعملي شي. هلأ منشوف شو رح يصير. لا ما رح استمتع اذا قتلتك بسهوله. ليش ما منتقاتل؟ واللي بتفوز تاخده. معك حق روحي، شي كثير ممتع انه نتقاتل مع بعض، واللي بتفوز جائزتها الالماس. شو صار؟ ليش راح الضو هيك؟ هي شي خطة من خطتك نيترا ما؟ لا أنا ما عملت هالشي يا روحي. الخزنة مفتوحة، الألماسات ما ننهم. هي هي الخطة تبعك ما هي؟ أنت اللي أخذتيهم؟ أنت شو عم تحكي يا أروهي؟ أنت استغليتي العتمة وأخذتي الألماس من هون. أنا بدي الألماس يا أروهي لو شو ما كان الثمن. حاجتك جنان نيترا، ما بعرف مين أخذه. ديب حبيبي، أنت من وين جبت هالألماسات؟ وهلا السيف الملكي والألماسات صاروا معي اثنيناتهم. هالغبيات أروهي وتارا ونيترا مفكرين إنه ممكن يضحكوا علي بهالسهولة. هنن ممكن يجربوا كل شيء، بس مستحيل يقدروا ينجحوا أبدا. بتعرف شو؟ بيقول المثل إنه ما في أي حدا بكل العالم بيقدر يعرف الولد مثل أمه، بس ديب أنت أثبتت إنه هالشي غلط وما إله أي أساس. لهلا انا ما عم اقدر افهمك او اعرف كيف بتفكر، كيف ووين ولا شو الاشياء اللي بتعملها. في شخص واحد بس بيعرف كل شيء بعمله وكيف بخطط لكل شيء يا امي، هالشخص هو انا.
اختفوا هالألماسات من هون، مين اللي أخدهم؟ ومين ممكن يكون ورا هالشي؟ تارا وأروهي ونيترا شي كتير سهل بالنسبة إلي أني أقدر أخدعهم يا أمي. بس ابني لا تنسى شغلة مهمة، إنك تقدر تخدع على أروهي ما أنا بهالسهولة هاي. لحد هلأ اللعبة ممكن تتغير، وكمان لا تقلل من شأنها لنيترا أبداً. إذا وحدة منهم ذكية فالتانية أسكى منها. أمي لا تاكلي هم، خليهم يتباروا مين الذكي ومين الأسكى، لأنه أنا رح ضلني ملك الغابة. بالوقت اللي نيترا وأروهي عم يتباروا، الألماس رح يكون وصل لمكانه الصحيح، وهدول القطتين بهالوقت رح يكونوا عم يتخانقوا ويخمشوا بعض. أروهي يلا قولي لي وين الألماس، أنا بعرف بأنه أنت اللي خبيتيهم. لك نيترا أنا ما في عندي وقت كتير للحكي، أنت بتقدري تخدعي لديب بس ما بتقدري تخدعيني إلي. إذا بدك تضلي عايشة قولي لي وين الألماس. نيترا أنت فهمانتيني غلط، بترجاكي اسمعيني. أروهي ما ضل عندي وقت كتير لضيعه معك، لهيك يلا جاوبيني وقولي لي بسرعة وين خبيتي الألماس. قلت لك الألماسات مو معي. أنا على عكسك ما عندي أي رغبة بهدول الألماسات، مهمتي إني انتقم من ديب. بلا حكي فاضي، إذا كنتي بدك تنتقمي من ديب كنتي بتقدري تعملي هالشي من زمان، بس كل ما كنتي تقربي من ديب ما كان يبين إنك عم تحاولي تأذي بأي طريقة، بالعكس كنتي دائما لطيفة معه. أنا بعرف إنك مخبية سبب كبير كتير ورا هالشي اللي عم تعمليه. شو هو هدفك أروهي؟ هذا الشي بدي أسألك عنه. نيترا أنتي من وين إجيتي وليش دخلتي بحياته لديب؟ قولي لي شو مشكلتك معه؟ أصلاً أنتي معه ولا ضده؟ بلكي أنتي عم تحاولي تخدعيني وأساساً عم تشتغلي مع ديب ضدي وعم تحاولي تشتت انتباهي. قولي لي أنتي متورطة مع ديب ما هيك؟ يا روحي أنتي ما بتعرفي أي شي عني. ليكي أنا حياتي على المحك بسبب هدول الألماسات. أنا شو؟ نيترا ليش سكتتي؟ شو الشي اللي حياتك على المحك بسببه؟ انتي بتعرفي انه كل حياتي انا على المحك؟ انا ما كان عندي اي اهتمام بهالالماسات، بس هلا صار كتير ضروري بالنسبه لالي اني لاقيهم. اروهي اذا انا ما حصلت على هدول الالماسات فوقتها رح اخسر كل شيء بخصني. نيترا انتي ليش مالك عم تفهميني شو عم تحكي؟ صارحيني. أروهي بترجاكي سامحيني، بس هذا الشيء كان كتير ضروري. شو عم تعملوا؟ لوين اخذيني؟ وقفوا السيارة هلا يلا. نيترا انا اسفة اروهي، بس كان ضروري انه ينعمل هذا الشيء. من فترة انت عم بتصيري عائق بطريقي وعم تخربي لي شغلي، لهيك انا هلا اخذتك لمكان بعيد عن هون، شغلة كم يوم بس، وهيك انا بقدر كمل شغلي بسهولة. لا شكلك جنيتي نيترا. وقفي، عم قلك وقف السيارة. انت ما انك فهمانة شو اللي عم تعملي. إذا قدرت فك إيدي فواتها ما رح تركن تنيناتكن عايشين. وقف جون، شو صار؟ ليش وقفت؟ في حدا متسطح قدام السيارة. أنا رح روح شوف شو الوضع. Thank you.
جاوبني ليش انقذتني؟ شو الشيء اللي بدك تثبته ديب؟ انا كافيني احمي حالي ديب وانا ماني بحاجه لمساعدتك نهائيا. لك افهمي انت ما بتقدري تعملي اي شيء من دون مساعدتي. انا انقذت حياتك اكثر من ألف مره. اي خليهم يزيدوا مره. ديب انت مفكر انك انقذت لي حياتي بس هالشيء ما هو صحيح. انت كل مره بتعرض حياتي للخطر. هذا الشيء مو صحيح. الحقيقه هي انك كنتي متآمرة مع نيترا ضدي وكنتي كل الوقت عم تساعديها. شو متوقعة؟ باني ما رح اعرف؟ اروهي انا اعمى بعيوني بس مو بعقلي. انتي ما بتقدري تخبي عني اي شيء ولا حتى الالماسات. هالشي بيعني إنه الألماسات معك. ديب! لك جاوبني أنت شو مفكر حالك آه؟ أنت ماسك كل شيء بإيدك وعم تتحكم فينا بالأول هداك السيف وهلا هدول الألماسات، ليش؟ جاوبني! أنت هلا عم تتوجعي؟ أنا اللي لازم أتوجع بسببك، لأنه أنت اللي كنت تشكي فيني كل الوقت. كنتي عم تشتغلي مع تارا ونيترا وكنتي عم تتآمري معهم ضدي. طيب انتي بتعرفي حتى مين بتكون نيترا؟ شو اللي عم تعمله؟ شو هو هدفها؟ انتي بتعرفي حقيقتها؟ وينهم؟ استاذ انا وصلت لهم رسالتك، شوي ورح يوصلوا. تفضل. احترامي. شو صار؟ انت مصدومه من حقيقه نيترا ولانك عرفتي هلا بانه هي بتكون شرطيه؟ وكمان طبعا هي ضابطه فاسده. في موضوع كثير كبير من وراء دخولها لحياتي هلا. حتى انها كانت عم تتآمر مع اعدائي اللي ما بدهم اياني اني كمل اي شغل بساويه. وانا كمان كنت موجود مع نيترا لانه انا حابب اعرف شو بدها من ورا هذا الشيء. المفتش نيترا، يبدو انك نسياني هدفك. ما رح تقدري تعملي اي شيء بهالقضيه. انا ما فيني اعطيكي وقت اكثر من هيك، لهيك انا رح اخذ هالقضيه منك. سيدي بترجاك ما تعمل هالشيء. لا تسحب هي القضيه مني. عم بشتغل على هي القضية بكل أمانة وإخلاص وقريباً كتير أنا رح أقدر أحصل على كل المعلومات اللي بدنا إياها عندي وحطها بين إيديك. هي القضية ما بقى مثل أي قضية عادية، هي صارت قضية احترام وإثبات ذات بالنسبة إلي. سيدي هلأ عواطفي متعلقة بهي القضية، أعطيني شوية وقت زيادة. ماشي، بس انتبهي ولا تندفعي بعواطفك. أنا بدي معلومات كاملة عن ديب راج سينغ بالتفصيل، أعطيني التقارير بأول فرصة، فيك تروحي. احترامي. أنا كنت أحبك دائما يا أروهي، حب كبير، وأنتِ أبدا ما صدقتيني ولو ثقتي فيني. كنتِ دائما تفكريني على غلط، وكمان رحتي وتركتيني وحيد. شو صار؟
ليش عم تبكي هلا؟ لك خلص ديب، لا بقى تحكي شي، خلص لا بقى تلعب عواطفي أكتر من هيك بترجاك، خلص. رسالة من تارا، انتبهي أروهي ولا توثقي بديب بالمرة ولا حتى تنخدعي بكلماته، عم يحاول يضحك عليك. روح من هون ديب. شو صار؟ أنت لساتك عم تشكي فيني؟ أروهي ممكن يكون هذا الشيء مكتوب بقدرنا، بس الأخبار المنيحة بهذا الوقت هي إنك مانك لحالك. ألو، جاية فوراً. أنا رايح هلأ، عندي شغل ضروري، انتبهي على حالك. ديب، شو كان بيقصد بكلامه هذا؟ معقول إنه يكون قدر يكتشف شي عني؟ معقول يكون اكتشف إني؟ لا لا، أنا بشو عم فكر؟ ديب مستحيل يكون قدر يعرف أي شي عني. بقي معنا وقت قليل كتير، نحن لازم نقدر نكتشف خطته لديب بالأول، بس قبل ما نكتشف خطة ديب الحقيقية نحن لازم نقدر نكتشف مين بيكون الشخص اللي بيوقفني بكل خطوة عم بخطيها لأوصل لهدفي وأعرف الحقيقة. وقبل ما نكتشف مين بيكون هالشخص نحن ما رح نقدر نفهم خطته لديب الحقيقية أبداً. بس انتبهي، أنا لاحظت إنه أروهي خطيرة. أنا رح أتعامل مع أروهي، بس قبل هذا الشيء الأهم عنا إنه نقدر نكتشف شو حقيقته لديب. هو بريء ولا مذنب؟ قاتل ولا فريسي؟ من خلال كلامك مبين في لمكانة خاصة لديب بقلبك، ليكون أنت عن جد قابلني بعد 30 دقيقة بالضبط، ووقتها أنا رح لك كيف تكون الجلطة الدماغية الحقيقية. شيرة طالع السيارة، لازم نروح هلا. مع مين كان عم يحكي ديب عن الجلطة الدماغية؟ ديب، أنا اليوم رح أكتشف كل شيء، وبدي أعرف شو الشيء اللي بدك تعمله. أنا كتير شاكة بديب، معقول يكون اكتشف شيء عني؟ وهلأ قبل ما أعمل أي شيء أنا بدي أعرف شو اللي بيعرفه عني. أنا متأكد إنه ديب ما في عنده أي فكرة عن هالشي. أنت هلأ بس ركزي على شغلك، عيونك لازم تضل مفتحة على ديب بكل تحركات. هذا اللي بدي أعمله، بس قبل ما أتحرك أنا بحاجة أوضح شيء مع تارا. أنا بظن إنها عم تخوفني وعم تحاول تغشني، ولهالسبب أنا رح يكون إلي شغل معها بالأول. أنا لازم ألحق ديب وأعرف وين راح قبل ما يبعد. شو هاد؟ هذا معناه إنه خزان سيارة ديب مضروب وعم يسرق. يا غبي، ما عم تفهم بعد عن طريقي. وين اختفت سيارة ديب هيك فجأة؟ لك شو هاد؟ عن جد ما في مشكلة ديب، أنا رح أقدر أوصل لك. كل اللي علي أعمله إني أمشي ورا الأثر اللي تاركه البنزين من خزان سيارتك. هذا هو آخر مكان
في أثر لسيارة ديب، بس ديب ما مبين بأي مكان. لوين بيكون راح؟ كأنه في خيانة كبيرة ديب، هي مؤامرة كتير كبيرة. الظاهر إنه في حدا هون. شيرا أستاذ، ما في حدا هون. هالشي ما ممكن يصير. تخميني ما ممكن يكون غلط. نحن لازم نطلع من هون، لازم نكون حذرين كتير. لا أديب، لا، أنت ما عملت شيء صح. أنت خنتني خيانة كبيرة. رح حاسبك على هذا الشيء اللي عملته أديب. أنت خنتني مرة تانية تماماً مثل كل المرات اللي قبل، بس أنا ما رح أرحم أي حدا، وهلا أنا رح أنتقم من الكل. حياتك كانت بخطر، لهيك أنا قريب منك لحتى أحميكي. الخطر الحقيقي رح يصير هلأ. شو قصدك؟ قصدي إنه ديب رايح ليعمل صفقة الألماس، وهو عم يعمل خطة كبيرة بالإضافة لهالشي. هلأ أنا لازم أقدر اكتشف المكان اللي رايح عليه لحتى يخلص شغله. نحن لازم نروح لهنيك بأقرب فرصة ممكنة قبل ما نضيع مننا هالفرصة. ما رح يكون في أمن إذا رحنا لهنيك بدون شرطة. إذا بدنا نروح لهنيك مع الشرطة وقتها ممكن تكون الخطورة أكثر. إذا ديب قدر يعرف بهالشي هو رح يكون حذر أكثر. نحن ارتكبنا أخطاء كثيرة من قبل، ما فينا نرتكب أي غلط بهالوقت. إذا ما بدك تروح لا تروح، أنا رح أروح لحالي. أنا لازم هلأ أروح لهنيك لأنه لازم أعرف حقيقة لديب، وهالشي كثير كثير ضروري. أنا لا تقلق مشان الخطر، ما في شيء أكثر خطورة علينا من شغلنا. بس إذا رحنا هيك رح يشوفونا ويتعرفوا علينا. أنت معك حق، لهالسبب نحن رح نروح متنكرين. أكيد أنه كل الناس اللي حوالينا رح يروحوا بوجوه غير وجوههم الحقيقية، بس هلأ أجا الوقت المناسب لحتى نحط لكل شخص وشه الحقيقي بالمقدمة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.